Hi everyone, how are you? Today we have the continued discussion of Chapter Four from Contrastive Grammar of English and Arabic. This handout is prepared by Mr. Safwan from University of Musa, College of Arts Department of Translation. مرحبًا جميعًا. محاضرة اليوم Uh, للفصل الرابع من كتاب النحو التقابلي هاي محاضرة uh, أو هذه الملزمة uh, قدمها الأستاذ صفوان من جامعة الموصل كلية الآداب قسم الترجمة Okay, today we are going to explain the progressive aspect. اليوم احنا راح نشرح عن الجانب المستمر من الزمن. Basically, the progressive aspect in English depicts a direct event. طبعا بصورة رئيسية. The progressive aspect يعني الجانب المستمر باللغة الإنجليزية صورنا فترة من الحدث يعني مو الحدث مستمر إلى فترة من الزمن وإنما مستمر آه العفو مستمر لفترة من الزمن وليس مستمر لفترة طويلة أوكي okay? يعني فترة مؤقتة temporary action we can say يعني حدث مؤقت خلينا نأخذ Examples in order to understand more about the progressive aspect. The trees are growing fast in this place. تنمو الأشجار بسرعة في هذا المكان. Okay, in this place. يعني, trees are growing fast. طبعاً مو يومية تنمو. عدا مدة من الزمن أنه تنمو بها. Okay? لكن وصف الحدث هنا. لحدث النمو. يعني, okay? The houses were becoming old. تصبح البنايات قديمة. okay through time of course بمرور الزمن so this aspect is not used with the state of verbs such as know, be seen contain hear feel etc okay consider the following examples طبعا هذا النوع من او هذا الجانب من الزمن ايش طلاب ما يستخدم احنا نقول عليه ويا الافعال الثابته او الافعال اللي تكون مرتبطه بال احنا نقول عليها الحسيه اوكي okay? المرتبطة بالإحساس مثلا نو no, يعرف ما أقول I'm knowing it's not correct ما أقدر أقول إنه هي إنه هو مستمر في المعرفة لا نقول عليه أو نقول على على نفسنا I know أنا أعرف تمام he knows هو يعرف نستخدم يا زمن المضارع البسيط أيضا seem هنا مثلا عندنا هنا it's incorrect example لأن نستخدم الاسترسك تبغى طلاب من عندنا هاي النجمة يعني غير He's being, seeming a doctor. Nurse, incorrect. He seems a doctor. Who يبدو مثل I'm seeing you now. It's incorrect. I see you now. أنا أراك صح أنه أنا استخدمت now. لكن ما يأخذ ال-ING. The box was containing gold. Uh, here it is incorrect because the box contains gold. We need to say contains, not was containing. تمام؟ يحتاج أن نقول contains وليس was containing. Okay. The main use of progressive aspect. الاستخدام الرئيسي للفعل المضارع المستمر. It's used for an event happening at the moment of speaking. يعني يستخدم مع الأحداث التي تحصل في لحظة الكلام. The present tense is combined with this aspect. طبعاً المضارع شبيه طلاب يكون مز ممزوج ويا هذا الجانب من الزمن، اوكي؟ هي إز ريستنج ناو انه يستريح الآن. طبعا أنا هنا من قلت انه يستريح الآن بدي أوصف حالته بهاي اللحظة، اوكي؟ okay? بدي أقول هو إيش ده يسوي هسه؟ مثلا وضعي أنا يعني. I'm explaining the lecture now أنا بدي يعني أوضح المحاضرة الآن تمام؟ بوضعي بدي أوضح، بعدين يجوز أنا أقوم أسوي غير عمل، لكن حاليا at the moment of speaking بلحظة الكلام اللي هي تكون منتصف اللاين. Uh, خط الزمن اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة يكون بالمنتصف مالتها. okay He is resting now. إنه يستريح الآن. So uh, this uh, use uh, may be contrasted with the simple present tense. هذا الاستخدام ربما يتناقض مع المضارع البسيط. Or we can say simple aspect. okay الجانب البسيط من الزمن. Which doesn't express an actual event. by a repeated action or a habit. طبعا المضارع البسيط ما راح يعبر لنا عن الحدث في هذه اللحظه وانما repeated action يعني عمل متكرر or a habit او عاده. Consider the following example. خلي ناخذ بنظر الاعتبار هذه الامثله. He rests every two hours. He rests every two hours ياخذ قسطا من راحه كل ساعتين، يعني اقدر اقول كل ساعتين ياخذ قسطا من راحه. هنا انا من قلت every two hours كل ساعتين it may refer to a temporary action تشير إلى شنو؟ uh, the first one uh, sorry تشير إلى temporary action يعني شنو؟ حدث لفترة قصيرة يعني he is resting now ربما يستيقظ لكن من أقول he rests every two hours it's not temporary action هو مو حدث uh, مؤقت لا أنا أحكي على عادة عنده أو Uh, عمل متكرر عنده يعني repeated action. the simple aspect usually refers to a more permanent event. What does mean permanent يعني حدث دائم. okay. he was staying in a fashionable hotel. okay. هنا من قلت يعني هو باقي uh, يعني a fashionable hotel يعني فندق أنيق أو فندق على يعني نقول عليه طراز حديث، اوكي؟ okay. during his visit only، يعني هذا خلال زيارته فقط، for example, I traveled to Jordan، أنا سافرت إلى الأردن، and I was staying in a fashionable hotel، يعني بقيت لفترة من الزمن وين؟ بفندق فندق ذو طراز حديث. اوكي؟ okay. فإذا من نقول I was staying، يعني أنا حددت إنه الـ action، الحدث was temporary، كان مؤقت، not permanent action or permanent event. وليس حدث دائم. تمام? I'm dwelling in this building. Uh, أنا أسكن في هذه حاليا. إذن for, for, for a short uh, time, not for a long period or a permanent event. Uh, يعني هو مو حدث, uh, لمدة طويلة من السنة. It may express an incomplete event with simple present or past tense. ربما يعبر عن حدث غير كامل بالمضارع أو الزمن الماضي She was crossing the street when I arrived at the bus stop كانت تعبر الشارع عندما وصلت إلى مكان وقوف الحافلات تمام هنا طبعا كانت تعبر الشارع أني واصلت كنت فإذا هي كان الحدث ماتها مستمر للفترة هذه يعني بعدها ما وصلتني Compared with the simple aspect، خلينا نقارنها ويا من؟ ويا simple aspect، she, she across the street before I arrived at the bus stop. وصلت الشارع قبل أن أصل إلى محطة وقوف الحافلات. إذن هنا طلاب وصلت، يعني أنت ما قلت كانت تعبر مستمرة بالحدث، لا قلت وصلت أو عبرت، هنا العفو عبرت الشارع. ما كانت تعبر، ما كانت مستمرة بالعبور، لا، عبرت الشارع. يعني خلص الكمبليت اكشن هنا الحدث انتهى ما بي تق... ما بي احنا نقول عليه تواصل يعني انتهى وحصل وانتهى اه طبعا انتبهوا هنا الادوات هي اللي تستخدم بربط اه الاحداث وايضا اه الزمن يعتمد على الاداه مثلا عندك الزمن اه وين يكون اللي قبله مستمر واللي بعده بسيط تمام البيفور اللي قبله شنو آه بسيط واللي بعده بسيط اوكي واحيانا ايضا تقدر يعتمد على الربط آه او استخدام الزمن مع ذات الربط It often provides a frame for another short event expressed by simple aspect. عادة ما تزودنا بإطار لحدث آخر قصير تمام؟ يمكن تعبير عنه بالزمن البسيط أو الجانب البسيط. while someone was crossing the street I saw him okay أيضا عندنا الأداة while طبعا أداة while تقدرون تستخدمون إياها مستمر ومستمر وتستخدمون إياها مستمر وبسيط تعتمد على استخدام المتحدث مثلا while the phone was ringing I was what preparing the food for example بينما كان الهاتف يرن كنت أحضر الطعام إذا ثينات عمل مستمر اوكي okay. هنا لا استخدم شنو واحد مستمر والاخر بسيط while sam was crossing the street بينما كان سام يعبر الشارع i saw him رايته هنا no, رايته تمام the progressive aspect provides a frame for the simple aspect event طبعا ال progressive aspect الجانب المستمر من الزمن يزودنا باطار المن للجانب البسيط Hadith, okay? It may express a repeated action usually with some unpleasant emotive sense The adverb always is normally used in this regard Some was always borrowing money from Jan طبعا أحيانا يعبر عن repeated action المضارع, البسيط, أو sorry, المضارع المستمر أو الماضي المستمر المهم الزمن المستمر سواء كان مضارع أو كان ماضي من نقول aspect يعني ما راح احدد present tense or past tense فقط راح اقول الحدث المستمر usually with some unpleasant event emotive sense يعني شعور غير uh, مرضي تمام the adverb always هنا الفعل او الظرف sorry always is normally used in this regard عاده ما يستخدم في هذا الصدى some was always borrowing money from Jan. Sam هو دائما ما يستعير الأموال كان ما يعني دائما ما كان يستعير الأموال من جين اوكي؟ إذا هنا عملية الاستعارة يعني مو فتشي شيء مو فد مفرح، تيز آن غير مرضي، اوكي؟ يعني شعور غير مرضي بهذا العمل، يعني ما دائما الشخص يستعير أموال. يعني مو عيب إذا ما كان عنده لكن إنه العادة ما In contrast simple aspect describes an event in an objective manner. طبعا بالتناقض السمبل اسبيكت يصف لنا احنا قلنا الجانب البسيط من الزمن يصف لنا الحدث ان ان مانا يكون وصف الحدث بصوره موضوعيه او بتصرف موضوعي وليس بتصرف معتمد على المشاعر اوكي يعني هذا اختلاف السمبل اسبيكت عن البروجريسيف اسبيكت ان البروجريسيف اسبيكت دخل بيها شعور الشخص pleasant emotive يعني هنا أنا من قلت always borrowing ده أقول هو عنده هاي العادة مال الاستعارة يعني هي صح عادة هنا بس هنا عادة غير مرضية أوكي إذا كانت objective منا يعني إنه أنا أقول Sam always borrows money from Jen يعني the أوصف with no unpleasant emotive sense مو أنا ما عندي شعور غير مرضي على العمل هذا يعني مو فتشي نابع من الداخل لا يكون موضوعي أوكي فهنا نقول هو دائما ما يستعير الاموال من جين لا <سؤال> انا مدى اقصد انه هو دي يسوي عمل انا لا اللي اقدر نقوله انه هو دي يسوي هذا الامر دائما uh, يعني فعل الاستعاره من جين the, now we have we finished uh, the progressive aspect. طبعا كملنا ال progressive aspect. Uh, let us move to the perfective aspect. What does it mean? يعني الجانب التام اللي هو احنا عندنا الكمبليت يكون والانكمبليت تمام حاليا راح ندخل بالتفاصيل مالته the perfect the perfect aspect present tense the present perfective aspect okay. نقدر نسميه uh, الجانب التام من الزمن المضارع okay or call in this way in English the same meaning in Arabic the present perfective aspect طبعا ال present هنا خلاها optional خيارية لأن نقدر نستبدلها ويا past views and events as completed تعرض لنا الحدث ك كامل complete action تمام when used with the present tense عندما يستخدم ويا من ويا المضارع البسيط إذا هنا لا نستطيع استبداله مع الماضي إذا ما يحتاج أن نحطه بين قوسين نقول the perfective aspect يعني هنا استخدامه Uh, جائز أو حذف جائز فإذا uh, الجانب التام uh, الذي يعرض لنا الحدث الكامل يكون أو يستخدم ويا من؟ يستخدم ويا المضارع أو ويا الزمن uh, البسيط تمام؟ الزمن uh, المضارع تمام؟ That is, it expresses an event with the present relevance. Uh, طلاب هنا شي عبرنا عبرنا عن الحدث ذو صله بالحاضر يعني انه يتصل بالحاضر خلي نشوف والله خلي ناخذ example بعدين ونوضح اكثر It's a matter of fact that the present perfective aspect is completed in the past يعني حقيقة تكون بين ال present perfective aspect هو في حدث كمل بالماضي مثلا I have uh, finished my work لقد انجزت عملي يعني أنا هنا انجزت عملي لكن بصورة قريبة على المضارع اوكي okay. يعني استخدم هي من الماضي لكن قريب على الزمن المضارع I have finished my work اوكي okay. اذا هذا المقصد من عنده انه يكون completed in the past هو كامل بالزمن الماضي الحدث لكن هو احنا استخدمنا شنو المضارع التام اوكي okay. in a nutshell the present tense perfect aspect is actually a mixture of past time and the present relevance شنو يعني انه the present tense perfect aspects يعني المضارع uh, التام، زمن المضارع التام، okay، is actually a mixture، هو بالحقيقة شنو؟ mixture، خليط، من الزمن الماضي وشنو؟ والمضارع الذي له صلة بالحاضر، تمام؟ Combination of two points of time، يعني أنا إذا أخلط شنو؟ أخلط uh, إحنا نقول عليهم فترتين من الزمن. الأولى هي شنو أنا خلصت العمل بالماضي لكن تأثير هذا العمل استمر لمن؟ استمر للحاضر تمام؟ The past tense simple aspect بينما الماضي البسيط بصورة عامة belongs completely to the past يعني هو يكون مثلا I finished my work أنجزت عملي هذا ماضي ما إله واقع على المحا... على, ال... على الفترة الحاضرة بينما بنقول I have finished my work يعني أنا أنجزت عملي uh, له تأثير علي من له تأثير على الحاضر يعني إنه أني يجوز قبل شوية أنجزت عملي بس أني uh, I have finished it يعني okay in this way بينما الماضي البسيط لا أقول I finished my work أنجزت العمل خلاص يعني العمل انتهى وراح يعني فتشي حدث بالماضي وانتهى مو أل إلا أنه يكون إلى وقع على الزمن الحاضر بينما التام المضارع التام يكون إلى وقع على الزمن الحاضر I have lost my glasses أوكي okay. أني ضيعت ماتي شنو المناظر مثلا هاي كان دائما تصير يعني من نضيع المناظر طبعا I can't read at the present moment I can't see at the present moment مو بس ما اقدر اشوف حتى ما العفو مو بس ما اقدر اقرا حتى ما اقدر اشوف بلحظة الكلام اذا تأثيرها على الزمن اللي اني بي انه اقدر اقول اني ما اقدر اشوف في هذه اللحظة The time of have lost is in indefinite past طبعا هو بزمن الماضي لكن غير محدد أنا ما أعرف شو كنت ضيعتها and the result is what connected to the present time طبعا النتائج المن ترتبط ترتبط مع المضارع الحالي أوكي إذا أنا صح صح ضيعتها بالماضي بوقت غير محدد ما أعرف شو كنت ضيعتها لكن تأثيرها ما زال مستمر على على الزمن الحاضر اللي أنا بيه أوكي I lost my glasses last night. انتبهوا من قلت آني ضيعت مالتي المناظر الليلة الماضية an event happened in the past إذن هو حدث مجرد أنه أنا إذا أوصف الحدث ما أقدر أقول أنه هو إلا تأثير على المضارع مالتي لا أنا ضيعت برحة ربما عندي غيرهن أوكي لكن أنا أقدر أوصف فقط الحدث الذي حدث في ذلك الزمن the time of lost is in definite past انتبهنا in indefinite past يعني ماضي غير محدد من قلت آن last night صار definite past ماضي محدد يعني نقدر نعرف الفترة ما اللي حدثت بها عملية فقدان المناظرة and the result is disconnected to the present time طبعا النتيجة غير مرتبطة بالمضارع لأن هو شي شيء حدث بالماضي وانتهى أوكي مو مثل I have lost مو مثل استخدام the perfective aspect تمام present perfective aspect doesn't necessarily refer to a completed action connected to the present moment طبعا مو دائما هي تشير الى شنو تشير الى حدث مثلا حدث بالماضي والى شنو الى صله بالزمن المضارع لا in it may emphasize on the action rather than on time link احيانا هي تشير تشير او تؤكد تؤكد شنو الحدث بدلا من ان تربطه بالمضارع تمام ما تكون تايملينج مو تكون رابطة هي تعتمد على استخدامك تعتمد على استخدامك إنت إلها اوكي okay. I have taught Spanish for six years. Now, أنا أنا أكد على شنو على حدث التعلم لقد تعلمت اللغة الإسبانية لمدة ست سنوات أوكي؟ okay. it's يعني it's a long period يعني فترة طويلة صراحة for this reason he emphasizes هو أكدed I have taught أوكي okay, Spanish. إذن هنا ما استخدمتها على مود اقول إنه هي تتأثر تأثر على المضارع مالتي لأن حددت المدة الزمنية for six years لمدة ست سنوات. Here there are two inter, uh, interpretations طبعا إلها تفسيرين I taught Spanish for six years تعلمت uh, الإسبانية لمدة ست سنوات. An event in an specified past time يعني حدث حصل بفترة غير محددة من الزمن. Yet I no longer do so. مع ذلك أنا يعني لحد الآن بدأت أتعلمها تبطلت يعني أوكي توقفت I know Spanish well wow. يعني إنه أنا خلاص ضبطتها ست سنوات يعني ويجوز ممارسة طبعا الشخص يضبط الموضوع or I still teach Spanish بمعنى ما زلت أعلم اللغة الإسبانية a link between the past and the present أو ربما Uh, تكون ربط بين الماضي والمضارع. It means that I still need more lessons in this language. يعني بمعنى اني ما زلت محتاج دروس اخرى بهذه اللغة. So it can be I have been teaching Spanish for six years. انتبهوا طلاب. من اريد اقول إنه اني uh, بعدني محتاج دروس uh, باللغة الاسبانية لازم استخدمها بهذا الform. I have been teaching. يعني استخدم وياها uh, progressive لكن uh, perfective at the same time. يعني يكون Uh, Tom was I have been uh, I have been teaching Spanish for six years. Okay, the present perfective aspect. Okay, then how does May imply that the doer of the action, the subject exists. Then here, maybe it includes the. The pupils perfective come in perfective. One, the present perfective aspect. رب, uh, sorry, it's the same time. Maybe it انه الشخص الذي قام بالعمل هنا يعني subject الفاعل تمام of the action okay exists ما زال موجود in contrast the past simple aspect the past simple بتنقيض مع the past simple aspect طلاب اللي هو الماضي البسيط يكون متناقض معه okay تمام indicates that the subject doesn't exist by now يقول بأن شنو بأن الفاعل غير موجود الآن أو لا يعمل هذا العمل الآن تمام؟ طبعاً يعني هو انتهى بالماضي، يعني هاي شوية ملاحظة أخرى مطولة عن الموضوع، لكن هي المعنى مالتها واحد. Consider the following examples: Mr. Hall has written an epic poem. Mr. Hall is still alive. من قد has written... Sorry. أوكي، okay. من أقول مالتن روتان لونغ إيبيك بويم لينه هي إزداد، هي إز نوت ستيل ألايف. من قلت ماضي، إنه أنا عبرت ها ها الشخص غير موجود the subject doesn't exist by now، غير موجود الآن. بينما إذا استخدمت الـ perfective aspect أنا راح أقول إنه هذا الشخص موجود he is still ألايف، ما زال على قيد الحياة. إذن هذه الملاحظة أعلاه ترتبط مع هذا مع هذه الجملتين؟ آه، اوكي اذا طلاب هناك كملنا الـ present perfective aspect now we have what the past perfective aspect الماضي تمام شو وقت نستخدم ال past وقت احنا عرفنا شو وقت شو نستخدم المضارع The past perfective aspect relates a past event to a point in the past. طبعا أنا من أقول past perfective aspect إذا أنا إذا أربط الحدث الماضي بفترة من الزمن في زمن الماضي أيضا تمام؟ It indicates that an event is completed before a point in the past. تشير إلى شنو؟ تشير إلى أن الحدث قد انتهى قبل مدة في الزمن الماضي. OK إذا عندي أنا point of reference شو يعني point of reference؟ يعني عندي نقطة أشير بها أو أشير إلها العفو بالماضي. Here is not the moment of speaking. هي point of reference هنا هي مو لحظة الكلام but uh, a moment in the past لكن هي لحظة في الزمن الماضي. It is a relative tense uh, combined with the aspect. OK. Examples خلينا ناخذ مثلا أمثلة. when they arrived, everybody had left, and the mawasalu kanejimia khadrada. when they arrived, everybody had left. he was living in an old house, which he had built the year before, and the mawasalu kanejimia khadrada, ehna ani shogat, elashinu elanoktam hadede, min ezem, wokadra adaru, elanoktam hadede. he was living in an old house, kaneh shv bate, khadradeh which he had bought the year before. Shuno? Kan al qadim Can The past perfective aspect is used to connect the event with the point of reference in the past. Of the past perfective aspect is used to connect the event with the point of reference. يعني هنا نقطة المرجع أنا أسميها when في الماضي it serves as link between two points in the past time طبعًا هي يربط لنا إحنا نقول نقطتين أو مرجعين في الزمن الماضي يعني مثلًا عندي آني uh, this period with that period or oh, that period with that period we can say الحدث في الماضي وحدث آخر في الماضي أيضًا he had been reading a novel when the guests arrived. لقد كان يقرأ رواية هو كلها بالماضي حينما وصل الضيوف. أوكي؟ okay. كلها حدث في الماضي يعني ما زال مستمر في القراءة وبعدين وصلوا الضيوف. We had been waiting for six hours when the gates opened and big black car came in لقد كنا ننتظر لست ساعات عندما فتحت البوابة ودخلت سياره سوداء كبيرة، أوكي؟ okay. past perfective aspect is used in, in the direct speech as backshift of the past perfective aspect and simple past aspect. and then, for love you start them The past perfective aspect. okay. zeman al-madi, awjani al-madi, taman, you start them with direct speech indirect uh, speech to lab. yani, el أوكي، okay. اللي يصير بشنو؟ يصير بانزياح عكسي of oh, the past perfective aspect للزمن آه, الماضي التام والمضارع التام الجانب المضارع مثل ما عندنا بهذه الأمثلة. She said I have seen him before لقد رأيته من قبل. She said that she had seen him before. قالت بإنها كانت قد رأته. قبل ذلك مثلا انا هنا مو حكيت تابو شي said هذا ماضي شنو بسيط هنا direct speech انا قلته بصوره مباشره من اجي انقله بالصوره الغير مباشره لازم حم احول الهاف الى شنو الى هاد يعني هذا واضح درسنا بالنحو التواصلي she had seen him before okay she said i saw him two years ago قالت بانها راته قبل سنتين مضت إذن الماضي ايضا يستخدم ويا ال had seen she said that she had seen him two days ago sorry يومين مضى قالت بانها قا... كانت قد رأته قبل يومين من حينها the past perfective aspect is used to indicate a rejected condition يعني ال past perfective aspect يستخدم للإشارة إلى شنو؟ إلى حالة مرفوضة unlikely or unreal condition أو حالة غير حقيقية في أزمن الماضي. If they had come to the meeting, I would have seen them. لو جوي للقاء لكنتُ رأيتهم، أو أنهم أتوا للاجتماع لكنتُ قد رأيتهم. يعني they didn't come، يعني بالماضي هم ما أجوا إذاً حالة غير حقيقية أو rejected action، إنه أنا مثلاً قالوا لي هم جوّوا للاجتماع، وأنا أقول لهم لو جوّوا للاجتماع كان رأيتهم. If they had come to the meeting, I would have seen them. So they didn't come لم the okay the arabic aspect i'm going to explain it in another lecture or in another video thank you very much see you soon